الكينجز وبالتحديد دور الثمانية ما بين بقى فرقتين كبار، فريق بقى ماكو وفريق ألسون. إن شاء الله نستمتع معهم. تحت هنا وتحت أهو، تحت أهو. أول شوط مميز من الفرقتين، شوط بقى يعني تشعر إن الإمكانيات متقاربة ما بين الفرقتين. نزول رقية في الشوط الثاني، يعني واحد من العوامل اللي إن شاء الله تكون جيدة لفريق ماك. إن شاء الله بقى يعني يقدموا لقاء مميز. انطلاقة على طول، وادي التسديدة حلوة أوي، حلوة أوي، ولكن بقى تصد فينا. تصد فينا من الحارسة يعني المميزة. بص شوف الانطلاقة من فريق الحارسة، ولكن ملك بقى بالمرصاد. أدي سيلينا بتحط لرقية، عادة رقية حلوة أوي، بتدور دايما لرقية على حبيبي هي وسيلينا، يعني عاملين مسدس رعب في المنطقة الهجومية. وادي الانطلاقة خطر، عادة تطلع بره إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة المرمى من نصيب فريق ماك. بس هم برضه حط نفسك مكان ركلة المرمى من نصيب فريق ماك. على طريق الحارس الملك المتألقة والمميزة حتى الآن، بطولة كبيرة جدا بالنسبة للحارس الملك. بيطلع على طول لعيبة جودي وسط الملعب، وسط علي سليلة مرة تانية هات وخد، ولكن بقى شوف يعني صخرة الدفاع جمالة، صخرة الدفاع جمالة هنا لفريق ماك. وادي الانطلاقة لصالح الألسن، عدت حلوة قوي. وادي التسديدة العارضة بتطلع فرصة خطر وفرصة كبيرة للتسجيل، ولكن بقى العارضة كأنها ايه اتحركت خمس او خمسة ستة سطر كده علشان تمنع فرصة هدف. ادي جمالة، عنصر الخبرة، عنصر يعني المهارة في المنطقة الدفاعية، في لعيب كده في الدفاع لازم بيكون مميز عن بقية أعضاء الفريق. أدي جمانة بقى الحقيقة عاملة عمق دفاعي قوي قوي جدا، جمانة في فرقة ماك الحقيقة في هذه المباراة وفي معظم المباريات بقى اللي خاضها فريق ماك. كان المعلق أصلا ده عمال يقول مش عارف جودي ولا جمانة، جمانة على طول اللمسة، لكن ترجع ورا عند حبيبه. وادي الانطلاقه حلوه قوي، حلوه قوي هنا عند اللاعب رقم 10 حبيبه. شوف حبيبه هنا اللي كانت ممكن تسجل، وكانت ممكن تسجل، ولكن بقى دفاع ألسن القوي اللي بيطلع الكره اللي فاتت، لكن لسه يقدروا. ادي هنا لاعبه جماله بتحط على طول عند لاعبه حبيبه. بقول لحضراتكم يعني فريق ماك في المنطقه الهجوميه. وادي الانطلاقه، خلينا مع الفرصه وخلينا مع الهدف. هدف لفريق ألسن، هدف لفريق ألسن. انا بخير والله، انا بقدمت معلقين في كذا لقطة. بص محمد، شوف تمام. رمي التماس لفريق الألسن من الجبهة الشمال يتلعب، ولكن الارتقاء هنا من رقية وتاخد فاول رقية نتيجة التدخل هنا القوي من لعيبة بقى رقم 38 لعيبة ملك في اللقطة اللي فاتت. رقية تسديدة هنا من على حدود منطقة نص الملعب، حلوة قوي التسديدة وتسديدة قوية، ولكن تمر يا دوبك ايه نص ياردة او ياردة بالكتير، يعني بجوار يعني نديم حارس المرمى. ادي مرة تانية حبيبة اللي بتكافح بقى هي ورقية. الحقيقة بقى عاجبني جدا روح الإصرار والعزيمة الموجودة في فريق ماك بقى، اللي بيحاولوا عن طريق حبيبة، عن طريق سليلة، عن طريق رقية. عندهم أيضا الخط الدفاعي لعيبة جمالة ولعيبة جودي، هم دول عناصر ماك الحقيقة بقى اللي مقدمين الشوط تاني أجمل ما يكون، خصوصا في المنطقة الهجومية، خصوصا في المنطقة الهجومية. أدي سليلة رمانة وسط الملعب بتتلاعب على طول لصالح ألسن وسط الملعب، رمانة الميزان بتتحط في العمق. وأدي خروج هنا من الحارس، برافو 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 خروج الحارس الموفق، برافو يا ملك، برافو يا ملك. اللقطة اللي فاتت طلعت وخرجت ومسكت كورتها، وادي ركلة المرمى المثالية، برافو بتلال بقى تشجيع يعني جمهور ماك اللي عامل حاجة جميلة جدا خارج أرضية الملعب، التشجيع المستمر والمؤازرة والمساندة ويعني العامل الجميل جدا داخل أرضية الملعب. وادي الانطلاقة هنا لصالح الألسن، واتنين على اتنين، اتنين على اتنين، وادي العرضية. ملك تقرب من جديد، ملك تقرب
التألق من جديد ومسلسل التألق هنا من خط الدفاع وملك وركلة المرمى بقى اللي اتلعبت حلوة قوي في المساحة. لو حد موجود في المساحة دي هيقدر يستغلها، لو حد موجود يعني من فريق الأهلي في المساحة هيقدر يستغل ركلات المرمى اللي اتلعبت بشكل كويس. شفت امبارح بقى المدير الفني اللي كان بيدربها على الكورة ديت بالفعل بقى، يعني ملك هنا استفادت من التعليمات واستفادت من الدرس. وبص شوف ركلات المرمى بقت بتتلعب ازاي، وبص شوف بقت بتلحق الكوره ازاي. بسم الله ما شاء الله بتودي الكوره من المرمى للمرمى، يعني شيء جميل جدا يحسب لحراسه المرمى ويحسب للمدرب والمدير الفني وبالاخص بقى يعني منطقه حراسه المرمى. سلام على طول وسط الملعب، تروح على طول عند اللاعيبه اللي امامنا بقى. لاعبها ملك خط الباص ناحيه اليمين عن طريق حبيبه او حبيب حبيبه العرضيه الخطر، ولكن بقى بتطلع وبتتحول على طول الى رمي التماس. سلام بدوران بمهاره، برافو جدا، كنترول عالي هنا من رقيه، وفاول هنا من كابتن شهيد المغربي حكمنا الدولي اللي بتشير بوجود خطا من نصيب فريق ألسون او فريق يعني مات. ادي العرضيه حلوه ولكن التسديده بتمر يا دوب نص يارده بجوار القائم الشمال لنديم. اتعملت الجمله حلوه قوي من سيلينا، وعلى طول حبيبه اللي حطت القدم اليمين ولكن بتمر بجوار القائم اليمين. لكن عندهم انياب هجوميه كبيره جدا الحقيقه، فريق مات بيوصلوا للمنطقه الهجوميه ولكن بقى ينقصهم التوفيق، ينقصهم اللمسه الاخير، ينقصهم فقط يعني لان كره القدم فيها شويه توفيق، لازم الحظ يكون ماشي معاك. وادي الانطلاقه خطر عند اللعيبه اللي امامنا بقى، لعيبه حبيبه عدت حبيبه ولكن بقى مرت الكوره وتجاوزت خط المرمى، وبالتالي هي ركله مرمى من نصيب فريق ملك. ملك وركله المرمى، هل تبدا الهجمه كده من تحت لفوق ولا هيعتمدوا على الكره المرسله من الخلف للامام؟ بالفعل جمانة بتلعب الكره الطوليه الاماميه على حدود دائره السنتر، تروح في الشمال عند اللاعبه ملك، وادي ملك عدت بكورتها بشكل كويس، بتحط كره مره ثانيه، وادي ملك اللي ممكن تسدد وبتسجل هنا لفريق ألسن. هدف جميل ورائع لفريق ألسن في اللحظه اللي يلا فيها. يلا يا بنات يلا كويس كويس يلا بتلعب على طول في العمق ولكن الدفاع هنا ممتاز عن طريق رزان. وفي هذه اللحظات ومع هذه اللقطات صفارة نهاية الشوط الثاني من هذه